L'exemple est de chauffer la procédure STR. La procédure conf-CH. Conf-CH en Pascal, fait l'analyse algorithme en Pascal, tu es l'STR. Il y a trois paramètres. Il y a un entier, réel ou chaîne. Je vais prendre l'entier, donner l'entier E. L'entier E. Idln E. Donc, on a fait l'instruction, je n'ai pas. Donner le réel R. STR. Le CH. Write ln affiche contenu ta CH. بعد باش نعمل CH reçoit CH plus la chaîne Pascal. نعود نعمل write ln CH. Donc, je reprends HK en compilation. On sait que exécution. Donc, je n'ai pas un entier, par exemple 10. Donc, كيف ما نشوفوا هنا 10 الاستير حولتها شين الفاريابل سي هاش. دونك عملنا الافيشاج, عملنا الافيشاج تاع الكونتوني تاع السي هاش طلع فيها 10. بعد كي عملنا سي هاش ريسوا سي هاش بلس باسكال, دونك ولات 10 باسكال. يعني 10 هذه التي بتاعها شين, خاطر هنا شين مع شين لصقناهم لشين لبعضهم, ولات عندي الشين الاخرانيه سي هاش 10 باسكال. باش نعاود نفس الاكزامبل مع تيب ريال. دونك دوني هنا اش تولي لو ريال ار ريد ار. دونك تولي هنا ار في السي هاش, نافيشي السي هاش. بعد نعمل concat, نبدل هنا نعمل appel للفونكسيون concat باش تفهموا اللي هي concatenation. انا باش نلصقوا لشان بعضهم. بعد نعاود نعمل افيشاج, دونك نعمل انريجسترمون اكزيكسيون. نعاود نعطيه نفس ليزيكزامبل 10, عطيتو لونتي 10 حولوا شين في السي هاش. عملنا سي هاش بلس باسكال, يعني الديس هذه راهي تيب تاع حشين. تعدينا توا للانستركسيون دوني لو ريال ار باش نعطيه 1025. نعمل اونتري, دونك 1025 يحولها شين في الفاريابل سي هاش. هاكا كي عملنا فيشاج هنا 1,025 اكسبوزون دي اكسبوزون 1 10 على اكسبوزون 1 يعني فوا 10. وعملت انا كونكات سي هاش, السي هاش هذه الاخرانيه بالكل مع الباسكال. دونك هكا حط نفس الشين هذه لصق معها الباسكال, يعني الدي يعني الشين هذه اللي نشوفوا فيها هنا كانها هي كانها ريال, لكن هي في حقيقه الامر هي شين دي كاركتر.
chaîne de caractères. Dès là, dès que nous avons fait le concat, CH Pascal, ou la taille des chaînes qui sont là, nous avons parlé de la chaîne Lou, la CH, la chaîne Pascal. Donc, par exemple, là, je vois que nous avons fait la procédure STR. عملنا أبل عطيناها من الأول أونتي وشفنا النتيجة وبعد عطيناها ريال وشفنا النتيجة